بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الحقيقة الواحد وهو جاي يوم الجمعة الكبيرة للكنيسة بيكون عنده مشاعر كتير وبيكون عنده أفكار كتير وبيكون اليوم بالنسبة له بيعني معاني كبيرة. أول حاجة ممكن الواحد وهو جاي يحس إن هو مديون لواحد وحاسس ان هو مكسوف منه، لكن اول ما بيخش الكنيسة يلاقيه فاتح حضنه الواسع وبيقول له انا نسيت كل ديونك. او ممكن يحس ان هو يوم جلسة النطق بالحكم في قضية محكوم عليه فيها، واول ما يدخل يلاقي احد احبائه شال القضية عنه. ممكن يكون كان نسيه طوال السنة ولكن في اليوم ده يلاقيه متسمر على الصليب وشايل عنه القضية. زي ما يكون واحد لابس بدلة الاعدام الحمراء وموجود في الزنزانة لوحده وهم بيخبطوا عليه، اول ما يتفتح باب الزنزانة يلاقي واحد يقول له اطلع واديني البدلة بتاعتك انا هاخد الحكم ده مكانك. على قد ما الواحد بيفرح من قلبه ان تشال من عليه الحكم وتسدد من عليه الدين، لكن كتير الواحد بيفكر جوه نفسه بيقول كيف انسى الرب مصلوب وقلبي صلبا. وكل ما يرفع عينه ناحية أيقونة الصلبوت يقول له كلما طافت بك العين انزوت نفسي الخجلة يغطيها بكاها. النهاردة هناخد عن الصليب ثلاث نقاط مهمة. أول حاجة إن الصليب منارة، تاني حاجة ان الصليب اشارة، تالت حاجة ان الصليب قوة جبارة. اول حاجة الصليب منارة، واتقال عن الصليب ان هو المنارة الذهب التي قطر عليها دم الحمل. ومش غريب ان الصليب يكون منارة لأن اللي اتعلق عليه رب المجد يسوع اللي قال عن نفسه أنا هو نور العالم. المسيح كل تعاليمه كانت كلها نور وكانت وصاياه كلها مضيئة، فكان بيعلم بالوصايا وأيضا على الصليب نفذ هذه الوصايا. لما جه وقال للناس في الموعظة على الجبل قال لهم أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. جينا لقيناه النهاردة على الصليب أول حاجة بيقولها، بيقول له يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون أو لا يدرون ماذا يفعلون. مع ان كلنا عارفين ان هم كانوا بقصد وبترتيب وبنية صادقة ان هم عايزين يتخلصوا منه. كتير حاولوا ان هم يصطادوه كلمة، جينا لقيناه النهاردة وكتير حاولوا يطرحوه من على الجبل ومن على جناح الهيكل، وفي مرة تناولوا الحجارة عشان يرجموه وقالوا عليه بك شيطان، وقالوا كمان ان هو مختل العقل. وفي الاخر تشاوروا عليه وكانوا بيهيجوا الشعب، وزي ما سمعنا في الاناجيل النهارده ان هم اسلموه حسدا. بك شيطان وقال، رغم كل ده كان المسيح بيقف وبيصلي عنهم. وفي اخر يوم في دخول اورشليم لقيناه بيبكي عليهم وبيقول لهم لو علمتم حتى في يومك هذا ما هو لسلامك. فالصليب منارة،
اتنفذ عليها كل الوصايا. آدم لما أخذ الوصية ما قدرش إن هو ينفذها. لما سمع إن هو يوم تأكل من الشجرة موتا تموت ما قدرش ينفذ الوصية، وعشان كده كان وراها أربع لعنات. أول حاجة قال له ملعون الأرض بسببك، وتاني حاجة قال له بعرق جبينك تأكل خبزك، وتالت حاجة قال له الأرض شوكا وحسكا تنبت لك، وآخر حاجة قال له أنت من التراب ولا التراب هتعود، يعني هيتنفس فيك حكم الموت. والنهاردة احنا شايفين ربنا يسوع المسيح اتعلق على الخشبة، ومكتوب ملعون كل من علق على خشبة، فهو اللي اخذ اللعنة عننا. ولما اتقال للآدم بعرق جبينك تأكل خبزك، لقينا المسيح بيتصبب عرقه كقطرات من دم. ولما اتقال للآدم شوكا وحسكا تنبت لك الأرض، اتعمل منها إكليل من الشوك واتحط على راس المسيح. لما اتحكم على آدم بالموت اتنفذ حكم الموت في شخص الرب يسوع، فهو أوجعنا حملها وأحزنها أحزننا تحملها. فأول حاجة الصليب منارة، تاني حاجة إن الصليب إشارة. كل اللي يبص للصليب يلاقي حضن واسع جدا من الله الذي يحب البشر، حب غالي، حب إلهي، حب ثمين. قال كده المسيح، قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع ذاته لأجل أحبائه. وفي يوحنا 13 بيقول وهو عالم إن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. ما كانش كفاية إن هو ينزل على الأرض، ما كانش كفاية إن هو يتكلم في وسط الناس ويصنع أشفية وآيات وعجائب، لكن فضل مكمل المشوار إلى النهاية. وزي ما قال لنا وصية، قال لنا من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، هو كمان صبر إلى النهاية. احتمل الإهانة، احتمل الاستهزاء، احتمل الجلد، احتمل البصاق. وزي ما بنقول له في القداس الأوريغوري، بنقول له لم ترد وجهك عن خزي البصاق. احتمل اللط، احتمل الصلب، وهو كشاة صامتة لم يفتح فاه. الصليب كمان كان فيه إشارة، لأن في العهد القديم لما جه ربنا طلب من إبراهيم أبو الآباء، قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه نفسك وقدمه لي محرقة، كان إشارة للمسيح. لما افتدي إسحاق بالحمل ده كان إشارة للمسيح. وعشان كده يوحنا المعمدان أول ما جه وشاف المسيح قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فقلنا أول حاجة إن الصليب منارة، تاني حاجة إن الصليب إشارة، تالت حاجة الصليب قوة جبارة. في الصليب قوة جبارة للخلاص، وزي ما قلنا في لحن مونوجانيز دلوقتي، قدوس القوي الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. فالمسيح لما دخل للصليب ما كانش عن ضعف وخنوع
ولكن كان في قوة وخضوع. لما قرب المسيح للصليب وحاولوا ان هم يمسكوه في جسماني وقربوا عليه وسألوه قال لهم من تريدون؟ فقالوا يسوع الناصري. اول ما قال انا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على ظهورهم من قوة كلمة انا هو، عشان يوري لهم ان هو بسلطانه وبارادته خضع لهذا العذاب من اجلنا. وبطرس ساعتها اندفع وطلع سيف وقطع ودن عبد رئيس الكهنة، فقال له رد سيفك الى غمدك الى غمده، لان انا ممكن اطلب من الاب فيرسل لي 12 جيشا من الملائكة. وعشان نتخيل قوة ملاك واحد، قوة ملاك واحد قتل 180 الف في ليلة واحدة. وعشان كده احنا حتى والكنيسة كلها عليها السواد، لكن بنقول له من عمق قلوبنا لك القوة والمجد. وفي الطلبة بنقول يسوع المسيح إلهنا الذي قبل الآلام بإرادته. فالمسيح أما قبل الآلام قبلها حبا فينا وتضحية من أجلنا. قبل الآلام بإرادته عشان يحرر إرادتنا، لأن إحنا إرادتنا سبيت للخطية، وبنقول أكلت بإرادتي وحدي وتركت عني ناموسك برأيي. وعشان كده دعوة المسيح لينا بيقول من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فممكن كل واحد فينا يشترك في الصليب، ممكن واحد يشترك في الصليب عن فرح ورغبة وإحساس بالقلب إن هو بيشترك مع المصلوب، ويحس إن الألم من أجل المصلوب هبة، زي ما اتقال في رسالة فيليبي قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله. وممكن واحد ما يقبلش الصليب ويتضرر منه، وفي حاجة مهم ان احنا نعرفها، ان اللي عاوز المسيح من غير صليب هيشيل الصليب ومش هيلاقي المسيح. اللي عايز المسيح من غير صليب هيشيل الصليب ومش هيلاقي المسيح، لأن اللي بيهرب من الضيقة بيهرب من ربنا. وممكن نشترك في الصليب اللي هو منارة لينا بأن احنا نحفظ الوصايا ونقول له إعلان أقوالك ينير لي، ونبتدي نحاول نحفظ حواسنا كلها بالصليب. فالعين عشان تعيش منضبطة محتاجة لصليب، وزي ما اتقال في الإنجيل إذا كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، أما إذا كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فالعين عشان تكون نيرة محتاجة لصليب يحفظها من العثرات، يردد فيها الإنسان ويقول عهدا قطعت لعيني ألا أتطلع، وممكن كمان يقول أردد عيني لألا تعاين الأباطيل، ويرفع الإنسان عليه للسماء ويقول له إليك رفعت عيني يا ساكن السماء ها هما مثل عيون عبيد إلى أيدي مواليهم. وممكن العين تكون عمالة تطوف، عين مشغولة بالتلفزيون والدش والنت، وتبص تلاقوا الواحد عمالة تجيله أفكار
وتجيله صور ومناظر، وتبتدي عينه تبقى عين غير طاهرة، عين تنتقد وتستهزئ وتشتهي. فالعين عشان تكون طاهرة وبسيطة ونقية محتاجة الصليب. كمان اللسان محتاج لصليب. اللسان اللي متعود يكذب او يذم او يدين او يشتم او يجيب في سيرة الاخرين محتاج ان هو يحط عليه صليب. كتير الواحد بيشوف اما يجي حد يتاوب يرسم الصليب على فمه، ممكن يعمله 10-15 مرة، لكن اما يغضب يطلع من فمه طلقات ويقول الفاظ ما يصحش ان هو يقولها، مع انه في الوقت ده هو محتاج لصليب يحطه على فمه. يقول ضع يا رب حافظا لفمي، بابا حصينا لشفتي، كفاية المر والخل اللي انا مزجته ليك بكلام البطال وكلام الاستهزاء. الاذن كمان بتحتاج لصليب. الاذن اللي تعودت انها تسمع الاغاني والنكت البذيئه وكلام الناس وسير الاخرين محتاج ان يترسم عليها علامه الصليب عشان تتطهر وتتنقى. فالصليب مناره لينا وقوه جباره في كل الحروب. كل ما الواحد تقابله حرب سواء في الفكر او في النظر او في الاذن او في اللسان ممكن يرشم علامة الصليب. استخدموا ماريجرج الساعة لما قدموا له السم ورشم علامة الصليب، وبعلامة الصليب نجا من السم المميت. كمان فكر الانسان محتاج لصليب. عشان الواحد يقف ويفكر في ربنا ويحفظ فكره في الصلاة محتاج ان هو يشترك في الصليب. عشان يركز في الكتاب المقدس محتاج لصليب. عشان يطرد الشهوة من القلب محتاج لصليب. وشفنا القديس موسى الاسود لما جاله حرب في ليلة واحدة فضل متمسك بالصليب ويروح لأبوه الكاهن 11 مرة في ليلة واحدة، لم يتراخى. الصلاة كمان بتحتاج لصليب. ساعة حرب شعب بني إسرائيل مع عماليق كان واقف موسى على الجبل ورافع ايديه، وكان كل ما يتعب وإيديه تنزل كان شعب إسرائيل يتهزم، ولكن كل ما كان يرفع إيديه على علامة الصليب كان يلاقي القوة والانتصار. فإحنا محتاجين إن إحنا نرفع إيدينا على علامة الصليب عشان ناخد قوة في الحرب على الشيطان. جه احد الامراء لكبريانوس الساحر وكان بيطلب ان هو يجيب له يوستينا بالسحر، وكان كل ما يطلب من الشيطان ان هو يروح لها يلاقيها رافعه ايديها وبتصلي على علامه الصليب، فكان يتبخر الشيطان وما يقدرش يروح لها. وفي الاخر حتى الشيطان اما تصور بشكل يوستينا عشان يروح للامير، مجرد ذكر اسمها خلى الشيطان يتبكر. وساعات كتير نلاقي لوم من رب المجد يسوع لينا، اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة؟ ممكن نسهر ساعات كتيرة وأوقات كتير قدام حاجات لا تفيد، لكن عشان نسهر في الصلاة ونسهر في التأمل ونسهر قدام الإنجيل فده محتاج صليب.
وممكن الواحد يقعد كتير أثناء الصلاة يبص له المسيح ويقول له طب اشترك معايا في الصليب ده، أنا واقف برجلي الاتنين على مسمار وانت واقف عادي مش قادر تشترك معايا حتى في الحاجة البسيطة دي وتسلق طولك شوية. حتى في القداس ممكن الواحد يجي اول ما يقول اسجدوا الناس كلها تقعد وتسند دماغها وتكمل نوم لحد ما يجوا وقت المناولة. المسيح بنفسه ظهر للأنبا بولا وقال له كفاك تعبا يا حبيبي بولا. يا ترى المسيح النهاردة لو ظهر لينا هيقول لنا كفاكم تعب ولا كفاكم راحة؟ كفاكم راحة واسترخاء. قراية الإنجيل محتاجة لصليب، لأن ممكن الواحد وهو بيقرأ الإنجيل يكون قاعد ومستريح ويقعد على السرير، لكن اللي بيجتهد وبيصلب نفسه أثناء قراية الإنجيل بيشوف إن الصليب قد إيه منارة. كمان عشان نخش للعمق محتاجين لصليب. ممكن لو جيت لواحد تقول له في وصية بتقول محتملين بعضكم بعضا في المحبة، احتمل اخواتك شوية، يقول لك بص اصل انا اخري كده ان انا اقول مزمورين واحضر قداس وممكن في يوم الغطاس اكل قلقاس، يعني ده كبير ان انا اعمله، وممكن كمان ياخد شوية قصب عشان لا يتزعزع، وكأن فكره كله بينصب على بعض الممارسات التي بلا روح. هل احنا واقفين عند الممارسات الشكلية ولا احنا دخلنا للعمق بالصليب؟ الصليب كمان قوة جبارة للغفران. احنا ممكن لو حد غلط فينا وجي كمان يعتذر نقعد قبل ما نسامحه لازم نقرزه بكلمتين، لازم نقول له لفظين يعني كده يعني يفهموه ان احنا تجملا منا وحفظا لوصايا ربنا احنا بنسامح. وكمان الواحد يبقى نفسه كده ان هو بيتصور فيديو وهو بيسامح الاخرين، ونفسه كمان يتعمل له مديحة على القلب الكبير الواسع اللي بيغفر للناس. لكن في الصليب إشارة حب كبيرة لينا. الحقيقة كلنا محتاجين للحب، كلنا في حاجة لهذا الحب. اللي كبر بيحس ان اولاده نسيوه، والصغير حاسس ان ابويه مش فاهمينه، الزوج حاسس ان زوجته مش حاسه بيه وبتعبه، والزوجه بتقول جوزي مش بيحبني كما ينبغي، الصديق كمان لا يشعر بوفاء صديقه. كل ده علاجه في ان احنا لازم نبص للصليب. اللي يبص للصليب يتملي من الحب، اللي يبص للصليب يشكر ربنا على طول ويحب الناس بلا حدود، وما يقدرش يقول غير مع بولس الرسول يقول لأن محبة المسيح تحصرنا. ما اقدرش اتعامل مع اي حد من غير المحبة. كل ما الواحد يقرب من الصليب يدرك زي ما قال معلمنا بولس الرسول مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو. لما نقول عرض وطول وعمق وعلو ده احنا كده بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ علامة الصليب. وعن طريقها بنعرف محبة المسيح الفائقة،
وزي ما بنقول له في القداس ليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. وبكده مش ممكن الواحد يفتخر بحاجة تانية إلا بالصليب. فالصليب زي ما هو منارة، والصليب كمان إشارة، الصليب قوة خلاص جبارة، وآخر حاجة إن الصليب فخر النصارى. هل إحنا بنفتخر بالصليب بتاعنا؟ هل إحنا فعلا بنمجد الصليب في حياتنا؟ معلمنا القديس بولس الرسول بيقول: أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، هذا الذي به قد صلب العالم لي وأنا أيضا للعالم. ياريت كلنا نمجد الصليب والمصلوب عليه لأجلنا، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. نبوات الساعة 11 من يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة التي